حنا خدينا هذا النوع من التصعيد لان درنا اجتماعات ماراثونيه مع جهات المسؤوليه على القرار ديال 2019. بالفعل كانت اجتماعات مع السيد الوالي واتخذ السيد العمده على عاتقه بانه في التي ديال الشهر اللي داز بانه غادي يسني القرار ويدوز في الدوره ويدفعوا للولايه. بالفعل داكشي اللي كان السيد العمده كان عند الكلمه ديالو وتفعل القرار دفعوا للسيد الوالي الى به والي الجهه انه درنا تماطل والكون تاكسي خدامه باريحيه في ستة مجالات مدينة فاس. الشيء اللي خلانا بأننا ناخذوا هذا النوع من التصعيد هو أننا نغطيو السطوحة وغادي نخدموا، لأن ماشي في صالحنا ولا في صالح السائق في هذه الأثناء هذو أنه يوقف ورمضان على الأبواب، وحنا تتعرفوا بأن المدخول ديالنا هزيل وضعيف، فلذا حنا قلنا بأننا غادي نغطيو السطوحة وغادي نخدموا فوضى مهما أنها كاينة، مهما أن كاينة الفوضى بمدينة فاس، فحنا أولى بالفوضى. فاضطرينا باننا نغطيو السطوحه ونوضو نخدمو ونشتغلو كبحالنا كبحالهم. نهار 29 ان شاء الله نهار الاثنين في الصباح غادي نخدمو في هذا النموذج هذا كي تتشوف ها هو هكذا الطاكسي مغطيه السطح ديالها وغادي تخرج تخدم تهز اربعه تهز خمسه. حنا باغيين نكونو في عون المواطن، غادي نتعاونو مع المواطن وغادي نخدمو بهذا الشكل هذا، ما غنبوانتيو شيء لان هذا حقنا مسلوب منا. حتى تعيطنا للجهات المسؤوله ويجلسوا معنا لطاوله الحوار. ما نطلبه من هاد الناس المسؤولين وهو تطبيق القانون. ما دام ان مدينه فاس لا يوجد فيها فيه قانون فنحن غادي نخدموا كي تخدموا كون طاكسي، حتى حنا غنخدموا تخطافه. بالنسبه لهذه الخطوات الصعيديه جات نتيجه التحقق اللي وصلنا له في هذا القطاع هذا. حنا درنا واحد الاضراب مع التنسيقيه دوزنا فيه 8 ايام وما خديناش حقنا من ولايه الجهه. اضطرينا نديروا هذه الخطوات الصعيديه النتيجه ديالها التماطل الناس المسؤولين الناس الجهه، التماطل ديالهم اللي ما عطاوناش حقنا ووعدونا بان القرار الجديد يخرج ونفعلوا القرار 2009 على ما يخرج القرار 2019. تنتفاجئوا بالتماطل ديالهم وحنا راه تنعانيو وتقاسينا في الجيوب ديالنا، ما بقيناش نعرفوا كاع نخدموا. يعني النقل السري في جميع الازقه في جميع الاحياء، منهم الكرون تاكسي اللي تسير وتجول في راحتها، والقراويه دخلت والتزاويه دخلت والتاوناتيه كرون تاكسي تاوناتيه تاهي خدات راحتها ولا تلقاوها في السيارة في المركب الاستشفائي تاهي تلقاوها تخدم بدون مراقبه. حنا ما عرفناش شنو دابا فينا نتوجهوا مع هذه الخطوه الصعيديه. حنا تنغطيو الكاروري بالباندا تتولي سياره عاديه غنشتغلوا باريحيه، حتى حنا ما نسمحوش في الكليان اللي عندهم اربعه الافراد نهزوهم، اللي عندهم خمسه الافراد نهزوهم بنفس الكونتور. هذا المشكل اللي غيوقع نهار الاثنين ان شاء الله بحول الله ديال التغطيه ديال السطوحه، هذه فكره جات على اساس احتجاجا على ولايه ديال الجهه في القرار العام للمنظم القطاع ديال الصنفين بجوج، اللي الاضراب اللي كان في 2018 فعلا شهر واحد 16/1/2018 اللي كانت 8 ايام ديال الاضراب ديال الوقوف بمدينه فاس اللي عطات واحد التصعيد وطنيا ما عمره ما دازت بشي مدينه الاضراب ديال 8 ايام اللي وعدتنا به ولايه الجهه باش غادي تنظم هذا القطاع هذا اللي كتشكى منه المدينه لا من المواطن المضرور ولا من المهنيين المضرورين حتى هما. حنا كنطلبوا هذا القرار العاملي 2009 اللي محطوط هو في مركز مراقبه سيارات الاجره، ما فهمناش علاش ما كيتطبقش ذاك القرار العاملي المنظم القطاع، وكاينه فوضى عارمه في وسط المدينه. النقل السري الصنف الاول ولا كيصول ويجول بالعلالي، حتى شي بلاصه ما تخطات. حنا ما كنكرهوش، ما حسدناهمش وما كرهناهمش، يتنظم القطاع فرضنا عليهم شنو غادي يدير، اللي بغى يخدم يخدم، ولكن الصنف الاول غادي يلتزم الحدود ديالو ويعطينا واحد اللون محدد واحد الباندا غادي يديروها هما باش يخدم باش تعرف الطاكسي اللي هي قانونيه واللي ماشي قانونيه باش نعرفوهم شكون هما اللي خدامين في وسط المدينه، باش المواطن اللي غيركب الكرون طاكسي الاختيار ليه كيبقى هو، وريني عارف مع من مشى واش طاكسي ولا خطافيه، كذلك لبسي طاكسي. حنا دايرين هذه الباندا اللي غادي نخرجوا بها نهار الاثنين احتجاجا على ما رايتما الجهه المعنيه تفتح الباب ديال الحوار على التعطيل ديال التاخير ديال القرار العاملي.